حاجه الخفتان المغربي تريفيزو انا خفتان في ميلانو جاي عندكم من ميلانو ضيفه عندكم هنايا في تريفيزو. كنخيطو بالسيفا كنخيطو بالكوطون كنحاولو نديرو الخياطة اللي
الحياة والحضور الكريم حضر معنا أجمل نساء إيطاليا وحدة بوحدة. في المتنبيس كما كتشوفوا في التيك توك
شدي ودك عليا شدي شدي
النظام كان رائع والجمهور كان اروع والناس اللي تعاونوا معاك اللي تساعدوا معاك كاملين كنقول لهم شكرا لهذا المنبر كنموت عليكم كنحبق عليكم كنقول لكم نصيحه واحده ما تخليوش الدنيا تقسى عليكم بزاف ما تبكيوش بزاف نشطوا الدنيا فايته بلعب الله ما تهاديوش ما تقلقوش ما تبكيوش بزاف وإلا جاكم شي هم سيروا المرايا شعلوا الدوديه والنشاط زينة الدودية تبارك الله كانت جد متألقة كانت نجمة لامعة بإيطاليا أختي مرحبا بك في إيطاليا كلمة في حق المنظم نور الدين وكذلك في حق الجالية المغربية واستقبلاتك بعد استقبال كبير أنا فرحانة بزاف بزاف وبغيت نقول للمنظم شكرا نور الدين على النظام الرائع تنظيم رائع والجمهور اللي روعة 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 جدا كنقول لهم بنات بلادي ولاد بلادي ولا الجالية العربية اللي نورتنا اليوم أو المغاربية بصفة عامة كنحماق عليكم ما سخيتش بكم شكرا على حفاوة الاستقبال شكرا لكم كاملين وكنموت عليكم